وادي شعور واحد من أكبر وديان مزارع القات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، أتلف بشكل شبه كلي جراء عجز المزارعين عن شراء مادة الديزل اللازمة لتشغيل الآلات الخاصة بنزع مياه الري. فهذا المواطن يشكو ضيق حاله مع تلف مزارعه. الأمور نحن الآن هلكنا، الحوائط حقنا هلك، مصدر رزقنا كان هذا. الآن ما وديت تشتري بالمليون ديزل ما تروح 200,000. الآن كل ما خط الأمطار والديزل غلي والدخل قل، من أحد يدخل؟ ما بيش دخل مصدر رزق. فصل الشتاء بالنسبة للمزارعين موسم حصاد يختلف عن غيره من الفصول، ففيه يحصدون أرباحا هائلة، لكنه هذا العام يحل ومزارع بدون ثمار لتقدر خسائر المزارعين بمئات الملايين. ولا يستطيع المواطنون أن يقوم بري هذه المزارع واستخراج الماء إلا عن طريق الديزل، والدبة الديزل تكلف ساعة ماء، والساعة الماء لا تطلع إلا بدبة ديزل، والدبة ديزل تعادل 13,000 ريال. لذلك لا يستطيع المواطنون ري هذه المزارع، وحصل ما حصل من الجفاف. مزارع كانت تدر على ملاكها أموالا هائلة، أما اليوم فقد تحولت إلى أماكن لرعي الأغنام، ليبقى المجهول يراود سكانا يعتمدون بشكل كلي على شجرة هي مصدر دخلهم الوحيد. عبد العزيز الليث، يمن الشباب، الضالع.